السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم لوجين. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نحضر معكم كورني. لاباط ديالو كتكون حلوة إن شاء الله بحول الله، وكنتمنى المبتدئ حتى هما يفهموا يتبعوا غير المقادير وغادي يعرفوا، كيجي هائل. نخليكم دابا مع المقادير إن شاء الله بحول الله. عندي 60 غرام ديال الزبدة على حرارة المطبخ، ومعلقة كبيرة سكر كلاصي، ونص كاس ديال ماء زار، وميتين وخمسين غرام ديال الدقيق الفرص الأبيض. كنشدو داك الدقيق ونضيف عليه داك 60 غرام ديال الزبدة، واحد رشة ملح، وداك المعلقة ديال سكر كلاصي. غادي نرمل داك الشي مزيان، الدقيق مزيان مع الزبدة، ونضيفو ماء الزهر بشوية بشوية. وحنا كنجمعوا العجينه حتى كتجمع لنا مزيان، ما تجي عجينه ما تجي لا خفيفه ولا قاصحه، تجي على هذا السمك هذا، ما كندلكوها ما والو. ملي كنجمعوا العجينه ديالنا هكا كنديروها في بلاستيكه، خليوها حتى كترخى. هذا هو العجين، كنسطحو هنا واحد شويه ديال الطحين باش ما كتلصقليش على سطح العمل، ونجيب الدلاك وندلكو مزيان، كنورقها. ما تجيش رقيقه وما تجيش غليظه، عاود الخدمه ديالو كتحتاجي غير الناعوره يعني الجراره والدلاك. ملي كتراسي فيهم داك السنينات كيجيو هائلين حتى هما في المنظر. وكنجيبو هادو، هاد القوالب هادو، كنهزو العجينه، هذا هو السمك ديالها، كنديرو هكا وكنبداو ندورو. ما كدهنوا ما والو لان العجينه راها بالزبده. هكا كتعوطوهم باش ما تخليوش شي جنب محلول ولا متقوب ولا شي حاجه، باش ما كتخرج ملي كتعمريه وما كتخرج لكش التعميره. وتحطهم في واحد الصينيه ولا شي طبسيل، عاود تهزي هذا وندير معكم الثانيه هكا. كتحاولوا باش ما تخليوهمش محلولين بالجناب، كتطلعوا العجينه فوق منها وحده فوق وحده، كتوليو تضغطوا عليهم غير واحد الشويه باش كيشد راسو صافي. عاوتاني نجيب معاكم واحد اخر، كنديرهم على هاد الشكل هكا، ونبداو نلويو بشويه بشويه. ها كيجيو رائعين ولذادين، المذاق ديالهم كيجي مذاق الزهر. الا عجنتهم بالزهر كيجيو فيهم مذاق ديال الزهر، وملي كتعمريهم كتعمريهم بنيسلي والشكلاط بيض ولا كحل، بجوج بيهم تقريبا كديري فيهم. وفلو هذا هذا كديري اما الكاوكاو ولا اللوز اللي عندك. الا تبعتو مرحله بمرحله راه كتنجح معاكم الطريقه، كتجي هائله.
وليت درت عجينة واحدة أخرى، وملي كطيبيهم عندهم واحد السر، يعني غادي نوريكم واحد الطريقه زوينه بزاف باش تبقى تجيكم سهله التعميره ديالهم من الداخل، حيت كاين اللي ما تيبغيش يخدموا على يطري التعميره كتجيهم واحد الماء اللي تتكون فيه والغلا ديالو اللي باش كيتباع، يعني علاش غالي؟ لان التعميره باش كيتعمر اللي تتكون شويه كو عارفين الشكلاط لا كان مزيان واللوز ولا البيستاج. وفي التعمار ديالو الناس كتجيهم شويه صعيبه، ولكن غادي نوريكم ان شاء الله واحد الطريقه اللي كنديرها انا طريقتي، ان شاء الله بحول الله غيبقى يجيكم ساهل الخدمه. هو كيجي هما وشان في الحفلات كتجي شي حاجه يعني زوينه، راه لاباط ديالها تقريبا دايره بحال الكعبه. هذا هو الشكل ديالو كلها، وكيفاش كيطيبو كاين اللي كيوقف القوالب هكا باش كيطيب. كنزيد واحد شويه باش نديرهم في الطبسيل الاخر. ملي تيكونوا عندكم هاد القوالب منهم بزاف ما كيعذبوش، يعني كتكوني كديري كلشي بزايد وتقطعي هاد الجنيبات هادو باش كتجي مطراسيه هاد الاطراس هذا، وتبداي تقطعي. الشكل واللون اللي كياخد باش كيطيب هكا، وكنبقاو نحاولوا معاه تنضغطوا عليهم هنا غير بشويه وكنجبدوا كيجي على هذا الشكل هكا. واحد شويه غادي نوريكم كيفاش الطريقه كيفاش كنعمر ان شاء الله بحول الله. حتى كيبردوا وكتزولوهم بسهوله غير بشويه، ما تزولهمش وهما سخونين باش ما كيتهرسوش. هذا هو كورني من بعد ما طاب. ملي كيطيب انا السر اللي قلت لكم غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو باش نبقى نعمروه، لان كاينين بزاف ديال العيالات ولا البنيتات كيهزوا المعلقه وكيديروا فيها الشكلاط وكيبقاو يعمروا وحيده بوحيده وكيتعذبوا معاه بزاف. اوكي دابا غادي نوريكم واحد الطريقه كيفاش درت لها. تجيبوا البلاطو ديال البيض، هذا الكرتون هي انا عندي هذه الكرتونه صغيره ديال غير نص ديال البيض، نتوما خلاص غادي تكون عندكم هذيك ديال 30 حبه ولا 32 حبه. غادي تستو بحال هكا كتغلفوه بهذيك بابي سولوفان ديال البلاستيك ديال الغذاء ديال التغذيه ديال البلاستيك الغذائي ولا شيميكا ولا كيف ما كان، وكتعمروا داك الحفيرات ديال البيض هكا. هنا كتحطوا كورني هكا كتستوه بهذه الطريقه، يعني باش ما كيعذبكمش في التعميره. وهادو وخلاص الشكلاط ولا نيسلي ولا اي حاجه كتحاولوا تشريو لي باري جداد، دوك الشوكات اللي باش كيديروا الفاكسان بها كتكون جديده، وكتعمروها بالشكلاط البيض ولا الكحل ولا اللي بغيتو او نيسلي، وكتبداو تعمروا على هذا الشكل هكا. بسم الله كدير بحال دابا نص هكا، وعندي شويه ديال هذاك كاوكاو ولا اللوز محمر ومهمش كتعمروا به هكا، وكتزيد عليه داك الشكلاط الابيض. واخا ديروا حتى المعلقه وتعمروا به، يعني هاد الطريقه كتجي ساهله بزاف، ماشي الا المهم الطريقه اللي زعما يعني السر ديالها ديال باش كتستعملوا كورني بهاد الطريقه هكا البيض، حسن ملي كتهزي بحبه بحبه كتعذبك، يعني هاد الطريقه هكا ملي كتست فيها هكا على البلاطو ديال البيض حسن. كنتمنى تكونوا وصلتوا للفهم ديالي اللي بغيت نفهمكم فيه. غادي نولي نحضر معاكم وحده هكا، ونولي نزيد ندير هكا
اللوز، اللوز ولا كاوكا ولا البيستاج، نتوما وشنو بغيتو. كاين عندي شويه ديال النسلي هنايا، عاود تقدروا تعمروا هنايا يعني نسلي. جيبو داك اللوز ايفيلي ولا كاوكاو ولا البيستاج، انا قلت لكم كيف ما بغيتو. المهم انا وريتكم غير الطريقه ديال التعمار باش كتجي شويه سهله، وفي التالي في الوجه كديروا له شويه ديال هذا اللوز ولا كاوكاو ولا البيستاج، نتوما وشنو بغيتو. كيجي لا مذاقو ديال لاباط ديالو رائعه، لان معجون مجموع بالزبده والزهر. وخلاص التعمار ديالو كيكون نيسلي وكاوكا والشكلاط الكحل الشكلاط الابيض، يعني جميع الوسائل اللي عندكم هكا اللي غتجيبها زوينه كتعمر به. هذا هو الشكل النهائي ديال كورني، فيه الشكلاط الابيض وفيه الشكلاط الكحل، كيجي مذاقو هائل، عامر بنيسلي والشكلاط الابيض والشكلاط الكحل. كيجي زوين بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، دعموني باللايك وضغطوا على الجرس وبارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم.